خلقه صلى الله عليه وآله وسلم في التربية والتعليم. هذا موقف خالف فيه معاوية بن الحكم السنة، أو خالف الجادة فيه، وهو أنه تكلم في الصلاة، قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات مرة إذ عطس رجل من القوم. ومعروف أن العاطس يشمت، إذا عطس الرجل فيقول الحمد لله، الحمد لله، يقولها بصوت مرتفع حتى يسمع من معه، ولا يقولها في نفسه، فإن رجلين عطس أحدهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله فشمته النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الحمد لله، فيقول يرحمكم الله، يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، ولا يقول كما درج بعض الناس غفر الله لي ولكم، فهذا لا أعرفه في شيء من الروايات الصحيحة، إنما التشميت أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فعطس الرجل الآخر عند النبي عليه الصلاة والسلام فلم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استفسر هذا الرجل فقال: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني؟ قال: هذا حمد الله وأنت لم تحمده. وأيضا في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن أبو موسى الأشعري كان متزوجا بامرأتين، فبينما أبو موسى عند المرأة الأخرى إذ عطست فحمدت الله عز وجل فشمتها أبو موسى، فعطس ولدها، ولد المرأة الأخرى عند هذه المرأة، فلم يحمد الله عز وجل فلم يشمته، فلما ذهب الولد إلى أمه فقال: إنها عطست فشمتها وعطست فلم يشمتني. فلما ذهب أبو موسى إلى امرأته قالت: ما بالك شمتها ولم تشمت ولدي؟ قال: إنها حمدت الله عز وجل وولدك لم يحمد الله تعالى. فقالت له المرأة: أحسنت.